رجعت لنا بطولة كأس آسيا ورجع لنا التنافس والمتعة بين المنتخبات العربية، منتخبات بنتمنى أنها تحقق نتائج مميزة بالبطولة الحالية بما فيها منتخب الأردن النشامة اللي رغم أنه ما بمر بأفضل حالاته لكن كلنا ثقة بلاعبيه أنهم يحققوا نتيجة جيدة ضد منتخب أستراليا الكنغر اليوم. رغم أنه المباراة حتكون صعبة على المنتخب الأردني ومش وقت نتحدث عن الأخطاء لكن بدنا نمر عليها سريعا، الأخطاء اللي اشتهر فيها النشامة خلال السنوات الأخيرة على أمل أنهم يتداركوها اليوم. خلينا نبدأ. قبل الانطلاق يا ليت تعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد، وإذا عجبتكم الحلقة تعملوا لايك وشير وتكتبوا رأيكم بالكومنتات. معكم سامر جرادات من سبورتي 60. خلينا نبدأ. أكيد منتخب الأردن حقق نتائج إيجابية ضد منتخب أستراليا بالسنوات الأخيرة، هزموا مرتين وتلقى هزيمتين، وحقق نتائج إيجابية ضد منتخبات مثل اليابان وكوريا الجنوبية، لذلك كلنا أمل فيه إنه يحقق نتيجة إيجابية اليوم. رغم ذلك المنتخب الأردني بصراحة اتسمت أداؤه ببعض السلبيات خلال السنوات الأخيرة، سلبيات تكررت بكثير من المباريات اللي تلقى فيها هزائم قياسية، عشان هيك لازم نوقف عندها قبل ما تنطلق المباراة. السلبية الأولى بتتعلق بالخوف والقلق المبالغ فيه، الخوف والقلق من المنافس. المنتخب الأردني أحياناً بيعطي بعض المنتخبات الآسيوية أكبر من حجمها. أنا ما بقلل من منتخب أستراليا ولا من منتخب اليابان، أكيد هي منتخبات متطورة وأفضل من المنتخبات العربية وخصوصاً المنتخب الأردني، لكن حتى نكون منطقيين هي أيضاً مش منتخبات قمة، مش أفضل منتخبات بالعالم، لا منتخب ألمانيا ولا منتخب البرازيل. هي فرق قوية آسيوياً لكن عالمياً مستواها متوسط أو حتى عادي جداً أو أقل من عادي أحياناً. فلأجل ذلك لازم المنتخب الأردني يكون واثق من نفسه، يلعب بثقة ويلعب بقوة أحيانا على المنافس ويكون قادر أنه يجاري، خصوصا لما المباريات تكون خارج الملعب، لأنه اليوم المباراة حتكون أيضا خارج الملعب المنتخب الأردني وخارج الأردن. لأجل ذلك لازم المنتخب الأردني يكون على ثقة أنه قادر يجاري المنتخب الأسترالي، يكون في مثابرة، يكون في روح وعدم خوف، لكن يكون في تركيز عالي جدا، تركيز على المنافس وعدم خوف منه. السلبية الثانية اللي اشتهر فيها المنتخب الأردني هي الكرات العرضية العالية والأرضية، سوء تعامل معها، ضعف وتخبط وعدم قدرة على معالجة مفاتيح لعب المنافس داخل منطقة الجزاء. بصراحة المسؤولية الأكبر تقع على أكتاف حارس المرمى وربما يكون عامر شفيع. عامر شفيع بالمباريات الأخيرة وبالتحديد ضد أستراليا عام 2016 كتير كان سيء بالتعامل مع الكرات العرضية، فلأجل ذلك كلنا ثقة فيه اليوم أنه يعالج هاي المشاكل. لازم يعرف كيف متى يتقدم ومتى يتأخر نحو المرمى، إذا كان مش متأكد أنه حيوصل للكرة العرضية سواء الأرضية أو العالية ما يتقدم، يضل بين الخشبات الثلاث، ممكن الكرة تأتي بمكان وقوفه ويتصدى لها، أفضل من ما أنه يتقدم ويترك المنافس خلفه بدون أي رقابة ويسجل الكرة بالشباك الفارغة. أيضا المدافعين تقع عليهم مسؤولية، اللعب بخطين مميز جدا بهاي الحالات، لازم يكون في 4 مدافعين يتوزعوا بشكل جيد بين القائم القريب والقائم البعيد وعمق منطقة الجزاء، ولازم يكون أيضا في لاعب أو لاعبين ارتكاز أمام صندوق العمليات أو على مشارف منطقة الجزاء أو حتى داخل منطقة الجزاء إذا الكرة متقدمة جدا، حتى يتعاملوا مع الكرة الثانية المرتدة من المدافعين أو يتعاملوا أحيانا حتى مع الكرة العائدة من الخلف من المنافس. هاي النقطة مهمة جدا إذا أراد المنتخب الأردني تجاوز منتخب أستراليا لأنه كتير اعتمد عليها عام 2016 لتسجيل رباعي أو خماسي بالمنتخب الأردني. السلبية الثالثة اللي اتسم فيها المنتخب الأردني هي سوء مراقبة حامل الكرة وسوء مراقبة اللاعبين الذين يقفوا خلفه، يعني هناك بصراحة عملية حماس زائد أحيانا وأحيانا بيكون عملية عدم تركيز بتاتا بالتعامل لا مع حامل الكرة ولا مع اللاعبين اللي بيتحركوا حول حامل الكرة. هاي صراحة سلبية شفناها بكثير مباريات، لاعب منتخب الأردني بتقدم بحماس مبالغ فيه على حامل الكرة بنزلق نحوه لمحاولة افتكاك الكرة، وإذا كان اللاعب ذكي وعنده شوية مهارة بسهولة بتخلص منه، فالأفضل أنك أنت تضغط عليه بدون ما أنك تنزلق على أرض الملعب. وأيضا لازم يكون الضغط بلاعب أو لاعبين، ولازم يترافق الضغط أيضا مع مراقبة المفاتيح اللي حول حامل الكرة. ما بنفع أنك أنت تضغط على حامل الكرة وتستنى منه أنه فقط يعطيك إياها، لازم أنت أيضا تكون مسيطر على اللاعبين اللي حوله حتى تقلص المساحات أمامه وتحد من الحلول اللي متاحة أمامه. لكن لاعبين المنتخب الأردني كتير مباريات كنا نشوفهم بيضغطوا على حامل الكرة، بيتركوا المفاتيح المتاحة حوله بدون أي رقابة، فبسهولة اللاعب أنت ماتي نحوي، فأنا عندي زميل فارغ من الرقابة حمرر له الكرة بكل سهولة وينطلق بالمساحة الفارغة. فانت هيك بتكون حتى فاقمت المشكلة لانك انت من دفاعك نحوه بلاعبين او 3 لاعبين تركت مساحة لزميله. ايضا هاي الميزة ايضا هاي السلبية تسببت احيانا انه المنتخب الاردني يكون خايف بالضغط على المنافس، يعني حتى ما يترك له المساحات وحتى ما يكون في حماس مبالغ فيه بالانزلاق على ارض الملعب او محاولة فرملة اللاعب،
فانهم بتراجعوا للخلف. مشكله التراجع انه بترافق مع نفس المشكله انهم ما بيراقبوا اللاعبين اللي حول حامل الكره، بتركوهم على اريحيتهم، بتركوهم بدون اي رقابه، بتحركوا اللاعبين بكل اريحيه حول حامل الكره وبنسلوا بين الخطوط بكل سهوله، ايضا زميلهم بمرر لهم الكره. فاذا انت اردت ايضا انك تتراجع للخلف وما تضغط على حامل الكره بشكل مباشر، لازم تكون منظم جدا انك تراقب كل لاعب من المنافس، ولازم تلعب بخطين ويكونوا الخطين مترابطين فيما بينهم وما تسمح للاعبين انه يسلوا بينهم. هاي نقطة مهمة جدا بالعملية الدفاعية، بصراحة المنتخب الأردني بيطبقها ببعض المباريات بشكل مثالي اللي تقام بالأردن، لكن المباريات اللي خارج الأردن ما نعرف شو اللي بيصير معهم، بيفقدوا التركيز، بيكون أحيانا في حماس مبالغ فيه، وأحيانا بيكون خوف من الضغط على حامل الكرة، وبتركوا اللاعبين اللي حوله كل أريحية، وهذا الأمر بيسبب هزائم قياسية. السلبية الرابعة هي الإصرار على التمرير الطويلة بدون خطة لعب واضحة لبناء الهجمات. يعني أنا مش ضد أنك تلعب كرة طويلة بحال أنك أنت ما عندك قدرة أنك تبني الهجمة بشكل متدرج على الأرض، لكن ضد أنك تلعب الكرة لأجل أنك تلعبها، يعني أي كرة بستلمها بالخلف من المدافعين أو حارس المرمى مجرد أني أسددها للمهاجمين وعلى أمل أنهم يسجلوا هدف. لا، العملية دائما ما بتكون زي هيك، حتى مع الفرق الكبرى اللي بتحاول تعتمد على الكرات الطويلة بيكون عندها خطة لعب واضحة لأنها بناء الهجمة من خلال هاي التمريرات. لازم يكون في لاعب من سلب الخلف في الخطوط المنافس يعرف كيف يطلب الكرة ومتى يطلب الكرة، وإذا هو مش بموقع مناسب إنه يطلب فيها الكرة ما يطلبها، يطلب إنها تتمرر للاعبين خط الوسط على أمل إنه ممكن خط الوسط يمرر له الكرة بشكل أفضل، أو على الأقل ممكن المدافعين شتت انتباههم ويعرف هو وقتها ينسل. فأبدا المسألة مش عملية تمرير طويل للكرة، لازم يكون في عملية تدرج سليم بالكرة على أرض الملعب أو بالتمريرة الطويلة بحيث إنها تبنى من خلال هجمتين أو نقلتين أو ثلاث حتى توصل مرمى المنافس. وهيك بكون خلصت اللي عندي عن منتخب الأردن. يا ريت تكتبوا لي رأيكم بالكومنتات، هل بتشوفوا انه قادر على تجاوز منتخب أستراليا وبحال تلقى الهزيمة، وشفتوا الفيديو بعد ما تلقى الهزيمة، او حقق الانتصار وشفتوا الفيديو بعد ما حقق الانتصار؟ اكتبوا لي رأيكم بالكومنتات، كيف بتشوفوا حظوظه للتأهل للدور التالي؟ سلام.